النهارده هنتكلم عن دراسه مهمه جدا بتربط بين النرجسيه والسوشيال ميديا. بيقولوا في اخصائيين نفسيين كتير ربطوا ان الناس اللي بتعمل سيلفيز كتير جدا وبتصور نفسها بطريقه يوميه ومبالغ فيها دول في الحقيقه مرضى نفسيين وهم نرجسيين. انتوا ايه رايكم في اللي بيصور نفسه بسيلفي؟ سيلفي مش بس اعتقد مش كل الناس اللي بتصور، يعني مثلا في حد ممكن يتصور صوره في اليوم اعتقد انه ده طبيعي، بس في ناس بتبقى طول مثلا ما هي ماشيه في الشارع هي بتصور نفسها، ناس طول ما هي بتدخل اي مكان تقوم مصوره المكان، ناس بتصور الاكل بتاعها، ناس بتبين حياتها الشخصيه اكتر من اللازم، ناس على طول بتحب تبين انا بعمل ايه، انا فين دلوقتي، انا بتكلم ازاي، انا قاعد مع مين، انا سهران فين. فاعتقد الدراسه بتخص الناس دي اكتر، الناس المفرطين في استخدام السوشيال ميديا. طبعا احنا مش بنتكلم، في ناس وهي بتصلي، ده في ناس وهي بتصلي بيصوروا نفسهم، دي مأساة، ده حقيقي. وهم بيصلوا وهو احنا خلينا على شهر رمضان كل سنه وانتم طيبين. في ناس انا مش بذم في حد يعني، بس هو بحس انا حسام بحسها حاجه غريبه ان يعني اما اقعد اقرا قران اصور ان انا بقرا قران، يعني هو هنا الموضوع فيه اضطراب نفسي حقيقي. انا بشوف كده يعني ان الموضوع هنا بيبقى فيه اضطراب نفسي حقيقي.